أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول الجبر، والاختيار، والامر بين الامرين. وهذه مسألة من امهات المسائل العقائدية. الكليني رضوان الله تعالى عليه، في كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف، عقد بابا فيه أربعة عشر حديثا سماه باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين هناك بديهة بأن الإنسان قادر على أفعاله وأن أفعاله تصدر عنه باختياره وهناك ضروره دينيه على ان هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء في هذا الكون الا بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى وعلى ذلك دلت الايات والاحاديث لكن المشكله ان الناس حينما اقصوا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولم يتلقوا علومهم منهم ومنعوا تدوين حديث الرسول صلى الله عليه واله لسنوات طويله لذلك حدث ما حدث من دخول انحرافات عقائديه واضطراب عقدي وفكري في صفوف كثير من المسلمين الله سبحانه وتعالى انزل القران القران فيه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني اصل الكتاب واخر متشابهات هذه المتشابهات لفهم معناها يجب ارجاعها الى تلك الاصول الامهات من الايات القرآنية الشريفة لكن هناك ناس في قلوبهم زيغ فهؤلاء يتبعون المتشابه او خلطوا بين المتشابه والمحكم فتصوروا المتشابه محكما والمحكمة متشابهة الرسول صلى الله عليه واله كان يبين للناس معاني الايات القرانيه لانه كما نزل على قلب الرسول الوحي بالنص القراني كذلك نزل على الرسول الوحي بتفسير وتاويل وبيان معاني الايات القرانيه الله سبحانه وتعالى في سوره القيامه يقول فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه، لذا كما نزل نص القرآن وهو ما بين الدفتين كذلك نزل على الرسول تفسيره وتأويله، هذه المهمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله اوكلها الله سبحانه وتعالى الى الائمة من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه واله في حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين "إني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن يضلوا بعدي ابدا" وفي بعض الأحاديث وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فإذا القرآن لا يفترق عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلذا تفسير أهل البيت للقرآن تفسير صحيح مئة في المئة لأنه لو كان تفسيرا أو تأويلا غير صحيح لافترقوا عن القرآن وفي هذه الأحاديث المتواترة دلالة على أنهم لا يفترقون ولن يفترقا بكلمة لن التي تفيد نفي التأبيد حتى يرد علي الحوض لكن المشكلة كما ذكرنا منع تدوين الحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله حتى أن أحدهم كان قد جمع خمسمائة حديث من الأحاديث التي سمعها هو بأذنيه من رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بنار وأحرق هذه الأحاديث كما ورد بذلك صحاح العامة وهذا المنع استمر إلى زمان عمر بن عبد العزيز يعني في حوالي السنة المائة من الهجرة تسعين سنة الحديث ممنوع تدوينه وعمر بن عبد العزيز أمر بتدوين الحديث أمر الزهري بتدوين الحديث ولكن التدوين كان عن طريق خاص يعني بالطريقة التي يريدها الحكام الأمويون فما كان يمكن أن يدون حديثاً الا الحديث الذي لا يعارضونه ولا يعارضهم نعم هناك بعض الاحاديث تنوقلت شفاها واحد نقلها للثاني لكن كثير من هذه الاحاديث لم تصل وضاعت ولكن بقيت هذه الاحاديث عند اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وهؤلاء بينوها للناس ووصلنا منها الكثير إذن هذا سبب أن يكون هناك نوع من الحيرة لدى كثير من المسلمين بالنسبة إلى الآيات القرآنية ثم بعد ذلك جاءت الأهواء يعني مثلا السلطان الأموي كان يرى رأيا ويريد لهذا الرأي ان ياخذ صبغه دينيه فكان هناك ناس يضعون الاحاديث او يحرفون في الاحاديث فكان يقربهم السلطان الاموي ويغدق عليهم وهؤلاء في المقابل كسائر وعاظ السلاطين يجعلون الدين لعبه لما يريده لما يريده السلطان الاموي زين في زمان بني اميه حدثت تجاوزات كثيره استئثار المال استئثار السلطه الفساد في الارض الافساد إلغاء الأحكام الشرعية وعدم العمل بها من السلاطين فحدثت ثورات الناس كانوا يثورون على هذا الوضع الفاسد قد تكون نهضة وثورة إلهية وكثير منها لم تكن نهضات وثورات إلهية لكن كان ثورة على الوضع الفاسد القائم وكان بعض هؤلاء رؤوس الثوار ايضا طلاب دنيا كالخوارج لكن كثير من جمهورهم كانوا مخدوعين لماذا خدعوا لانه كانوا يرون الفساد المسلط في الجهاز الاموي وعلى الناس هذا الفساد مسلط فكانوا بفطرتهم يعلمون بطلان ذلك فكانت تستغلهم الحركات المنحرفه كما شاهدناه في هذا العصر الحكام الفاسدون سببوا ان الناس قد يلتجئون الى الشيوعيه، قد يتجهون الى الافكار المنحرفه الاخرى ويثورون على الوضع الفاسد القائم. زين الامويون كيف يسيطرون على الوضع؟ عن طريق الدين، لان الناس يريدون العمل بالقران الكريم مثلا، العمل بسنه الرسول صلى الله عليه واله فمن هذا المنطلق طرحت فكره الجبر انه اذا السلطان الاموي فاسد مفسد لان الله سبحانه وتعالى اراد ذلك هذا السلطان اذا هو فاسد مجبور الله اراد ذلك فلماذا تثور ضده هل تثور ضد الله سبحانه وتعالى هذا كان منشأ طرح الفكرة الجبرية ثم جاءوا استشهدوا ببعض الآيات القرآنية متناسين آيات أخرى من القرآن الكريم جعلوا القرآن عظيم فرقوا بين الآيات القرآنية مع أن القرآن هو وحدة متكاملة يفسر بعضه بعضا. في المقابل ظهرت موجه اخرى. هذه الموجه تقول بالتفويض المطلق. وهذه الموجه كانت لدى المعتزلة. هؤلاء كانوا يعتقدون بالتفويض المطلق، يعني فعل العبد مئة بالمئة منح ولا دخل لله سبحانه وتعالى في فعل العبد إطلاقا القضاء والقدر لا دخل له في أفعال العباد فبين إفراط وتفريط بين جبر مئة بالمئة وبين تفويض مئة في المئة هنا بيّن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أهل البيت انه لا هو جبر مطلق ولا هو تفويض مطلق بل امر بين الامرين فاذا كان امرا بين الامرين فحينئذ العمل الذي يصدر عن الانسان باختياره هذا عمل اختياري لكن ليس فيه تفويضا مطلقا فيما مضى مثلنا مثال لتوضيح فكره الامر بين الامرين إذا هناك عمل هذا العمل يحتاج إلى مئة مقدمة مثلا إذا تسعة وتسعين من هذه المقدمات المئة لم تكن باختيار الإنسان لكن إحدى تلك المقدمات كانت باختيار الإنسان فإذا كملت المقدمات المئة العلة التامة تحدث فيتحقق الفعل هنا هذا الفعل باختيار الإنسان أو ليس باختياره نعم باختياره لماذا؟ لأن مقدمة من المقدمات المئة كانت باختياره يعني مثلا نفرض إنسان جالس في داره جاءوا وكتفوه جماعة وسحبوه بالقوة من دون اختياره سحبوه إلى باب دار جاره وصلوا إلى باب الدار ثم تركوه زين من داره إلى دار جاره نفرض أنه مائة خطوة زين ذول بالجبر سحبوه إلى باب الدار دار الجار يعني تسعة وتسعين خطوة لم يكن له من أمره شيئا بالإكراه بل بالإجبار والإلجاء أوصلوه إلى باب دار جاره ثم تركوه. زين هو الآن أمام باب دار الجار تركوه وذهبوا رفع رجله ووضعها في دار جاره ودخل الدار هل دخوله لدار جاره باختياره أو ليس باختياره؟ نقول إنه باختياره لماذا؟ لأنه الخطوة الأخيرة يعني إحدى الخطوات المئة كانت باختياره. صحيح تسعه وتسعين خطوه لم يكن له من الامر شيء من غير اختياره كان كان بالالجاء سحبوه سحبه لكن الخطوه الاخيره لم يجبروه على ذلك فدخل الدار باختياره زين بالنسبه الى افعالنا هذه افعالنا تحدث في مملكه الله سبحانه وتعالى والله ليس معزولا عن مملكته نحن لا نقول كما قالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله كلا الله سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الكون الذي هو مملكته وكل الوجود باسره ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الوجود بحكمته فجميع ما يقع في هذا الكون بتدبير من الله سبحانه وتعالى حتى افعالنا لكن الله سبحانه وتعالى اعطانا القدره التي تسمى الاختيار في ان نقوم بخطوه او لا نقوم بخطوه صحيح الخطوات المقدمات أكثرها لم تكن باختيارنا أصل وجودنا ما كان باختيارنا نحن جئنا إلى هذا الكون مو باختيارنا زين بعد ذلك نحن مختارون هاي القوة اللي عدنا الملكة اللي عدنا اللي نسميها الاختيار هل نحن أوجدناها في أنفسنا كلا الله سبحانه وتعالى أوجد القدرة فينا الأدوات التي نفعل بهذه الأدوات أفعالنا من الأعضاء والجوارح وكذلك الآلات والأدوات التي نستفيد منها الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها الفعل الذي نقوم به الفعل في أذهاننا ينقدح أن نفعل هذا الفعل ثم نقوم ونفعل ذلك الفعل مقدمات كلها الله سبحانه وتعالى حتى هذا الفعل الله قدره لكن ليس تقديرا جبرا وانما الله سبحانه وتعالى اعطانا الاختيار ان نقوم بذلك العمل او لا نقوم بذلك العمل يعني البعض يتصور ان القضاء والقدر القضاء والقدر امر جبري صحيح الله يقدر لكن تقديرا لا ينافي اختيار الانسان مثلا مثل مثال مثال عرفي حتى الفكره اكثر تتضح في بعض المجتمعات الاب مثلا يختار لابنه زوجه ويهيئ المقدمات الابن يتمكن من ان يرفض يقدر يرفض يقول لا ما اريد اني كما يحدث احيانا الابن يرفض ولكن في كثير من الاحيان الابن يرضى باختيار ابيه فيتزوج من تلك الفتاه هل هو كان مكره مجبور ملجا على ان يتزوج كلا الأب هيئ له المقدمات وقدر له ذلك وقرر ذلك القرار لكن هذا قرار لم يكن قرارا جبرا بحيث أن الإبن لا يتمكن من الرفض لا يكون له قدرة عقلية على الرفض لا وإنما الإبن يقبل بذلك نعم أحيانا الوالد يقرر قرارا الابن ما يقبل الوالد رغما على انف الابن يفعل ذلك خاصة في الاطفال الصغار طفل صغير عمره سنتين ثلاث سنوات هذا يحتاج الى ان يلقح تلقيحا بابره الطفل يرفض ويبكي لكن الوالد لانه حكيم والطب الحديث يقول بلزوم مثلا استعمال التلقيح ياخذ الابن بدون اختيار من الابن وصراخ من الابن يذهب به الى الطبيب او الى المضمد ويؤخذ بقوه ويزرق الابره احيانا هكذا واحيانا كذلك. اذا هذا المثال اتضح. الله سبحانه وتعالى له قضاء وقدر حتم لازم يعني كل واحد من عندنا يموت في يوم من الايام انك ميت وانهم ميتون. لا يمكن لأحد أن يفر من الموت هذا قضاء حتم لكن هذا الإنسان يعيش أربعين سنة أو خمسين سنة أو ستين سنة أو سبعين سنة هنا قد يكون أيضا قضاء حتم وقدر حتم لكن أحيانا لا يكون قضاء وقدر حتم الله يقدر لإنسان أن يعيش أربعين عاما هذا الإنسان بالدعاء بالصدقة بعمل الصالحات بصلة الرحم الله سبحانه وتعالى يقدر يغير ذلك التقدير الأولي اللي كان أربعين سنة مثلا يسوي خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة أو هذا الإنسان يحفظ الصحة يراجع الأطباء يستعمل الحمية في طعامه فعمره يزداد قليلاً شوف الآن مثلا في بعض المجتمعات يقولون المتوسط مثلا في هذه الدولة لأعمار الناس مثلا ستين عاما وفي تلك الدولة متوسط أعمار الناس ثمانين عاما لماذا هكذا؟ لأن الدولة الثانية من حيث التغذية والحمية والرعاية الطبية أفضل بكثير من الدولة الأولى زين الله سبحانه وتعالى قدر لكن تقدير ليس بحتم في مقدار العمر في كثير من الاحيان، بعض الاحيان تقدير حتم. فلا تفيد لا حميه ولا رعايه طبيه ولا غير ذلك. فالامر بين الامرين معناه ان افعال الانسان هذه الافعال تصدر من الانسان باختياره لكن هناك لله سبحانه وتعالى في هذه الاعمال قضاء وقدر. فالقضاء والقدر موجود لكن هذا القضاء والقدر لا يوجب جبرا كما بينا. زين العامة ذكرنا المعتزلة منهم مفوضة اما الاشاعره منهم هؤلاء مجبره، وهؤلاء المجبره على قسمين، قسم منهم وهم الجهميه اتباع الجهم بن صفوان، هؤلاء يعتقدون بانه لا فرق بين صعودك من السلم الى السطح، وبين سقوط انسان من فوق السطح الى الارض ماكو فرق اطلاقا يعني انكار للبديهي واحد يصعد من الدرج الى السطح زين واحد تزل قدمه من فوق السطح فيسقط يقول هذا اللي يصعد وهذا اللي يسقط لا فرق بينهما اطلاقا هذا مجبور في صعوده ذاك هم مجبور في سقوطه طبعا هذا كلام شبهة مقابل البديهة أحيانا شبهة تكون مقابل البديهة نحن بالوجدان وبالبديهة نرى أن الذي يصعد باختياره يختلف عن الذي يسقط من غير اختياره هذا الكلام أشبه بكلام السوفسطائيين السوفسطائيين كانوا مجموعة من الفلاسفة في اليونان هؤلاء يعتقدون ان كل شيء هو خيال حتى هذا الوجود كله خيال كل ما في الكون وهن وهم او خيال او عكوس في المرايا او ظلال عندما تستدل وياه يقول كلامك وهم أنا وجودي وهم انت وجودك وهم هذا يصير شبهه مقابل البديهه زين هذا الكلام اللي يقول واحد باختياره ده يصعد السطح واحد من غير اختيار يسقط من السطح لا فرق بينهما من حيث الإرادة إطلاقا الفعل من الله سبحانه وتعالى هذا كلام شبه مقابل البديهة ويترتب عليه آثار دينية أيضا الإنسان المكره أمره لا معنى له نهيه لا معنى له واحد أسود مثلا أو أبيض تشوف الأبيض تأمره بان يتحول الى اسود بدون طريقه وسيله لا يمكن ذلك الاسود تامره يتحول الى ابيض ما يتمكن الامر والنهي في المكره لا معنى له بعد ذلك العقاب والثواب المكره يعاقب يعني واحد يشتفوه يلقوه في الماء مثلا بالإكراه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء زين خو هذا ابتل بالماء ثم يعاقب على ذلك هذا الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد فهذا الشخص الذي فعل المحرمات أبو جهل حارب الرسول صلى الله عليه وآله وقتل في معركة بدر على يد المسلمين. زين هذا كان مجبور في فعله كله باختياره بسوء اختياره اختار الكفر وبسوء اختياره اختار ان يحارب الاسلام. بناء على كلام المجبر لا هذا مجبور الله اجبره على ذلك. زين اذا الله اجبره يعني لم يكن له قدرة في ان يعارض إرادة الله سبحانه وتعالى لأنه إذا إرادة الله كانت متحققة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون القضاء اللازم الحتبي يتحقق كما ذكرنا مفصلا فيما مضى زين ليش يعاقب هذا الظلم إذا عوقب على فعل لم يكن من فعله كان مجبورا عليه أفرض يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجيب الناس السود أو يجيب الناس البيض لماذا كنت أسود يعاقبه لماذا كنت أبيض يعاقبه على ذلك هذا الظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم زين هؤلاء قسم من المجبرة القسم الآخر من المجبرة وهم الأشاعرة قالوا بالكسب لأن كلام الجهم بن صفوان إنكار البديهة ويترتب عليها آثار يعني غير محموده دينيا، فذول قالوا بالكسب. واستدلوا بالايه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب معناه شنو؟ معناها انه الانسان هو يختار، هو يريد. لكن دوره الى هذا المقدار. اختار واراد ينتهي دوره. فالفعل انما يحققه الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان يكون فقط وفقط ظرف لذلك الفعل وظرف لإرادة الله سبحانه وتعالى يعني مثلا الإنسان المؤمن يقصد أن يصلي انتهى دورة عندما يقوم للصلاة هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى يفعلها ليس لهذا الإنسان أي دور فيها يعني مجبور على هذه الأفعال وذاك الإنسان البعيد يقصد مثلا والعياذ بالله يشرب الخمر خلص دوره ينتهي ثم والعياذ بالله حسب كلام هؤلاء انه يكره ويجبر على ان يشرب صار محل للفعل والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كل الافعال فقط دور الانسان في افعاله الاختياريه ان يقصد فقط فلذا فرقوا بين الصاعد إلى السطح والساقط منه يقول الصاعد إلى السطح أراد ذلك فالله أجبره على الصعود أما الساقط من السطح لم يرد والله سبحانه وتعالى أسقطه هذا الفرق لكن يبقى أنه الفعل يكون من فعل الله سبحانه وتعالى زين إذا هو الفعل من فعل الله سبحانه وتعالى فكيف يعاقب عليه؟ زين كيف الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل القبيح؟ لانه اذا هذا الفعل فعل الله كما يزعمون زين جميع المعاصي التي تصدر من العباد هم دورهم فقط ان يكونوا قد قصدوا ذلك لكن الذي حقق المعصيه في الخارج واوجدها حسب زعم هؤلاء الباطل هو الله سبحانه وتعالى فالله فعل القبيح وهذا كلام باطل وبديهي البطلان إضافة إلى أنه العقاب أيضاً يكون على الأمر اللي الإنسان غير مختار فيه، هذا العقاب لا معنى له. هذا بشكل مختصر معنى الجبر والتفويض المطلق والأمر بين الأمرين. طبعاً في اصطلاح الروايات عندنا كلمة تسمى القدر والقدرية. هذه الكلمة غالباً تطلق على المفوضة، القدر يعني التفويض والقدرية يعني المفوضة، وأحياناً الكلمة كلمة القدر والقدرية تطلق على المجبرة، يعني القدر يكون الجبر والقدرية يعني المجبرة. والروايات غالبا تستعمل كلمة القدر في المفوضة أحاديث هذا الباب 14 حديث من كتاب الكافي الشريف إن شاء الله في الحلقات القادمة نتلو هذه الأحاديث ونتبرك بذكرها هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين oh mm -hmm.